صارتنا الثالثة والأخيرة من المرحلة الثالثة، بعدها مكملة. وين وصلنا؟ وصلنا على دالية الكرمل لنستقبل من هناك تيمور دقسي، تيمور اللي بحب كتير اللون الطربي. تفضل يا تيمور. أهلا فيك تيمور. مرحبا. مساء الخير تيمور. شو لوك الحلو يا تيمور. تيمور دائما هيك بتحفنا بلوك ورا الآخر لأنه رومانسي. فإذا تيمور رح نطلع إحنا وإنت على دالية الكرمل ونتعرف أكثر على تيمور دقسي من خلال هالروبورتاج. دالية الكرمل تقع على جبل الكرمل الشامخ، ترتفع 420 متر عن سطح البحر. معنى كلمة دالية لكثرة الدوالي فيها، أي ورق العنب يعني. بلد مميز بموقعه بمناخه بأهله. عمر دالية الكرمل حوالي 370 سنة، وهي من القرى العربية الوحيدة الباقية على جبل الكرمل. فيها عدة أماكن أثرية مشهورة بسوقها الخاص، بيأتيها وبعمها كثير من الزوار من جميع العالم. تيمور عامل كثير جو حلو في البيت، حركاته وهو صغير في البيت، هو صغير وبعده في حركاته صغير في البيت. عملنا جو كثير حلو، عنا كل يوم سهرة وغناء، ولما الواحد هيك تعبان بيسمع. سلم على الكاميرا، قولي باي الكاميرا. أنا وعائلتي كثير عائلة قراب لبعض، دائماً منظلنا مع بعض، منحب نطلع، منحب نكيف، منحب عاشقين الطرب الأصيل والرحابني أكيد، ودائماً منحب نغني مع بعض. ولا يزعل حدا، أنا لحبيب. أنا زي أي شخص يعني بحب يكون ناجح في كل المجالات، فبتمنى لقدام عن جد أكون ناجح في كل إشي، يعني كل إشي أسويه أعمله. وأنا شايف دموع في عينيك يا تيمور. شو القصة؟ شو القصة؟ توصل هون بتشوف الربورتاج و... هذا بدل قديش شطرين. كان واضح كتير قربك من العيلة. أكيد. إذا حصلت على اللقب إن شاء الله، قديش رح تكون قريب من الجمهور؟ أكيد لم إذا الله كتب لي إن شاء الله وأخذت اللقب، هذا بيكون داعم من الناس ومحبتهم لإلي، فإن شاء الله أكون تيمور وظلني تيمور زي ما أنا، زي كيف الناس لسه عم تعرفني أكون هيك كمان في المستقبل، لأنه هيك لازم الواحد منه يشوف حاله على الناس اللي بتحبه. فأكيد خليني بس تحية عن جد لكل اللي عم يحضرونا إسا، وعن جد بشكر جميع اللي صوتوا لي وخلوني أصل لهون، هاي أعطوني مسؤولية كثير كبيرة، وإن شاء الله أن أكون يعني قدها وزيادة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. لكن يا تيمور بدي تكمل بهالمسؤولية وتأرجينا الليلة أغنية الحب اللي كان بصوتك. تفضل على المسرح. كان يا مكان، 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 الحب مالي بدنا دفينا الحنان.
دفينا الحنان صرنا زمان سرق منا فرحتنا الراحة والأمان الراحة والأمان كان يا مكان الحب مالي بيتنا دفينا الحنان دفينا الحنان صرنا زمان سرق منا فرحتنا الراحة والأمان الراحة والأمان حبيبي كان هنا مالي الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا حبيبي كان هنا مالي الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا أنا الحب اللي كان لنسيت أوان من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان أنا الحب اللي كان لنسيت أوان من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان والله زمان يا هوى زمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان شكرا. يعطيك العافية تيمور. الحب اللي كان سمعناها من تيمور دقصي هيك مع دمعة بالبداية كانت شو ست أمل؟ أكيد الدمعة أثرت على صوته كمان. صعب الواحد يبكي وبعدين يغني. أكيد. بس واضح إنه كل المتسابقين عندنا علاقة كتير جميلة مع الأهل وكما يبدو العائلات كلها متجندة بهالمرحلة. وبدل قديش احنا شعب متعطش انه اولادنا يصير لها منصب اعلامي ويطلعوا ويقدوا ويطلعوا احلام انه ينطلقوا عشان هيك صعب كمان كلجنه التحكيم برايي يعني بتعرفوا شو يعني يمكن ما مش كل واحد ياخذ النيو ستار بس مجرد منح الفرصه لكم يتعرف عليكم الناس بتقدروا تشقوا طريقكم بالفن برياحه اكثر من من مننا يعني بالاخص انك كمان فنانه ست امل بفكر عم بحكي من هذا المكان أكيد. يعني قديت حلو وعشت الاغنيه بشكل جميل شوي استعجلت والله زمان الطبقة العالية كان تقدر تشد أكثر فيها تبرز هيك البريق تبع الصوت تبعك لكن أنا راضي اليوم حلو يعطيك العافية دكتور غاوي تيمور يا نعم بإمكانك كنت تستعمل طبقتك الصوتية في انسياب أكثر لهذه الأغنية حتى تعطيها العاطفة المطلوبة في أدائك الغنائي كان شوي ناقصني هذا الشيء لأنه خنقت شوي الصوت ما فتحتش النغمات بشكل عام أنا كمان بقدر أقول لك أنه جيد سلام وأستاذ محمد أنا كان بدي أكتر تلون بما معنى أنه لما بتحكي أنت على الحب اللي كان وعلى الغدر الزمان أنا بدي أشوفه هذا بدي أشوفه في الغناء مش بس بالكلمات يعني كان مثلا سجلت عندي ملاحظة صغيرة هون لما بتقول حبيبي كان لما بتطلع حبيبي كان هنا بدي كنت أشوفك تطلع أنه عمال وينه راح يعني وين حبيبي فهذه كانت ناقصني هذا التلوين ولكن أدائك جميل وصوتك جميل تسلم دكتور غاوي شو العلامة اللي منحها لتيمور أنا بدي أعطيه 13 ست أمل نفس العلامة كمان أنا فكر 13 13 ولا الأمام بيقدر أكثر يعني يوصل أستاذ محمد أنا بدي أكون لئيم يعني خذ راحتك تعودين لا لا مش هيك 13 13 بنشوفها أستاذ محمد